You were over there. The secretary criticized the conduct of the Iranian elections and Iran's record on democracy. He did so standing next to Saudi officials. How do you characterize Saudi Arabia's commitment to democracy? And does the administration believe that democracy is a buffer or a barrier or against extremism? عندما يعجز أصحاب الديمقراطية عن التعليق على خصوم الديمقراطية، نعود نحن إلى الجذور كي نفهم الأفرع، من ديموس كراتس إلى الصندوقراطية، ومن ماجنا كارتا إلى كل بالقانون، ختم بالشمع الأحمر على ظهر العالم العربي غير حر، تقول دراسة حديثة عن الديمقراطية في العالم. مقعد الحكم بأي ثمن، ومن بعد ذلك الطوفان، طيب الله أوقاتكم، لسان حال الأنظمة، فماذا عن الشعوب العربية؟ بقول لكم ده ملوش ملة، ده ديمقراطي. ديمقراطي؟ أيوة، أقول لكم إيه أكتر من كده، يعني عمره ما هيورد على جنة. يا سلام، أنا سمعت كتير قوي عن الصنف الديمقراطي ده، بس ربك والحق، أنا عمره ما شفت واحد منهم في بلاد. أديك شفت العينة، ولو ما كنتش مصدقني اساله، هو نفسه ما يقدرش ينكر. لا، دي مسألة ما انسكتش عليها ابدا. هو راح فين؟ ايه اللي ديمقراطي دي؟ اهلا بكم. إن كان طيف منها لدينا في بعض الزوايا في يوم من الأيام، الديمقراطية في العالم العربي تتدهور عاماً بعد عام على مدى الأعوام القليلة الماضية، هذا وفقاً لأحدث دراسة علمية صدرت قبل أسبوع. مبادرة الإصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية بالشراكة مع 10 مراكز بحثية في العالم العربي أصدروا معا جميعا تقريرهم السنوي عن حال الديمقراطية في 10 دول عربية، هي الكويت والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب. يقيس البحث مستوى الديمقراطية، يقيسه من زاويتين في بلد ما، هي الوسائل مثل الدساتير والتشريعات والممارسات على أرض الواقع. لكل زاوية من هاتين مؤشرات محددة بدرجات محددة تجمع في النهاية على مقياس من 1000 نقطة. النتيجة الكلية ليست سعيدة. استمر تدهور الديمقراطية في العالم العربي. جاء التدهور من 581 نقطة في التقرير السابق إلى 571 نقطة في هذا التقرير. تدهور بوجه خاص مستوى احترام الحقوق والحريات، من 584 نقطة في التقرير السابق إلى 535 نقطة في هذا التقرير. كما تدهور مستوى المساواة والعدالة الاجتماعية، من 561 نقطة في التقرير السابق إلى 529 نقطة في هذا التقرير. وتدهور كذلك مستوى المؤسسات العامة القوية والمساءلة، من 563 نقطة في التقرير السابق إلى 547 نقطة في هذا التقرير. يلفت النظر أن تونس أكثر الدول تقدماً على هذا المقياس الذي جمعت مادته عام 2015، وأن مصر أكثر الدول تخلفاً على المقياس نفسه في الفترة نفسها، وأن المغرب أكثر الدول ثباتاً مضطرداً في التقدم. شمل التقرير السابق 9 دول عربية، أما هذا التقرير فيشمل 10 دول بعد إضافة السعودية، وهو واحد من الأسباب التي أدت إلى زيادة في حدة الهبوط.
ذلك تقرير عربي صادر هذا العام عن مراكز عربية حول حال الديمقراطية في العالم العربي. كيف إذن يرى الآخرون الأمر نفسه من خارج المنطقة؟ وكيف يقارن العرب في هذا الشأن بغيرهم من شعوب العالم؟ في تقريرها السنوي عن حال الديمقراطية في العالم العربي لعام 2016، تخلص مؤسسة فريدم هاوس إلى تراجع الديمقراطية في المنطقة للعام العاشر على التوالي، وإلى أن حيزها إجمالا في الوقت الراهن لا يتعدى مجرد 5%.
الديمقراطية نفسها كنظام للحكم مفهوم قابل للنقاش مثير للجدل عبر حقب تاريخية مختلفة وعبر قناعات فردية وجماعية مختلفة. صندوق الاقتراع بكل تأكيد جزء من مكوناتها، لكنه أيضا بكل تأكيد جزء واحد من مكوناتها. هذه النقطة في حد ذاتها تكفلت بمعارك ضارية في الماضي وفي الحاضر. على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا ينقل البعض عن مارتن لوثر كينغ قوله: الديمقراطية ليست استفتاء بالأغلبية، فلو استفتي الأمريكيون لظل السود عبيدا. وعن عبد الحميد مهري: الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. وفي موضع آخر بين الغضنفر والثعلب: الديمقراطية هي أن تختار من سيأكلك. الفيلسوف الإغريقي الشهير سقراط كان ضحية الديمقراطية الإغريقية بعد أن صوت 500 أثيني على إعدامه. المفارقة هي أنه هو الذي قال في يوم من الأيام: لا ينبغي أن يسمح بالتصويت إلا لهؤلاء الذين فكروا في قضايا عقلانية عميقة. وهو معنى لا يبتعد كثيرا عما قاله في القرن العشرين وينستون تشرشل: أفضل حجة ضد الديمقراطية هي 5 دقائق من المناقشة مع جاهل. في العالم العربي لا يزال هناك من يظن أن الديمقراطية لا تتعدى أكثر مما يمكن وصفه بالصندوقراطية، بل لا يزال هناك من يعتقد أنها أصلا من الكفر. صباح الأحد القادم 24 من سبتمبر أيلول يتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع لاختيار البوندستاغ أو البرلمان 19 لألمانيا. اليمين الشعبوي المتطرف هنا في زاوية،
واليسار الاشتراكي ليس بتلك القوة. من بين أمور أخرى، يمهد هذا الطريق أمام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من خلال حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي للبقاء في منصبها لفترة أخرى، وهو ما يتوقعه أغلب المراقبين. من ناحية أخرى، بينما يزيد هذه المرة وزن ورقة المهاجرين، يلجأ البعض إلى تجربة فريدة في نوعها تهدف إلى وضع ضغط أكبر على المشرع الألماني لتعديل بعض القوانين. Wahlkreis im Ausländerbeirat Freiburg gegründet 2002 und seitdem machen wir an Wahlsonntagen symbolische Wahlen ergänzend zum offiziellen Wahlkreis hier in Freiburg. أتمنى إنه إني يكون إلي صوت انتخب، إني أول شيء أثبت لنفسي إني أنا عايشة، إني مثل العالم يعني عايشة موجودة هون. Ich mache mein Lebensmittelpunkt ist hier in Deutschland. Ich lebe hier sehr lange, also ich zahle Steuer hier. Alle reden von Pflichten, aber es gibt auch Rechten. Also ich denke, wenn ich in das ganze Sozialsystem zahle, ich erfülle meine Pflichte, ich habe auch Rechte und das für mich bedeutet Demokratie. Identitätsstiftend für die Menschen. Sie leben hier, sie zahlen ihre Steuern, ihre Müllgebühren, können aber den Bürgermeister nicht wählen oder nicht entscheiden, ob die Straße, in der sie leben, eine 30er-Zone wird oder nicht, oder ob der Spielplatz bleiben darf oder nicht. Oder ganz einfach, Bürgerentscheid. Diese Stimmzettel nehmen wir nach der Wahl, wir veröffentlichen das Ergebnis und wir nehmen die Stimmzettel und überreichen sie den Abgeordneten, die im Wahlkreis 100% gewählt wurden und sagen den Politikern dann, das sind die Leute, die euch gewählt haben, die sich für euch entschieden haben, tut was dafür, dass diese Stimmen auch in echt zählen. Das ist der Wählerauftrag aus dem Freiburger Wahlkreis 100%. ديموكراسي بات وين؟ سؤال طرحه مسؤول عربي كبير في أوج ثورة عربية كبيرة، فأين إذن جدول الأعمال أم أنه قدر بلا نهاية؟ يتساءل كثيرون، من بينهم من يعرف حقا ما الذي تعنيه كلمة ديمقراطية، ومن بينهم من لا يعرف، وعلى الجانب الآخر من يعتقد حقا أنها رجس من عمل الشيطان. إلى أي مدى بلغ الأمر سوءا في العالم العربي؟ إلى حد أننا لا نزال حتى اليوم في القرن 21 نناقش إن كانت لقيم الحرية والمساواة ودولة القانون والمساءلة وتداول السلطة أي قيمة على الإطلاق في عالم اليوم. سنبدأ إذن مرة أخرى من الصفر. اسمحوا لي أن أرحب معنا عبر الأقمار الصناعية من رام الله بالدكتور خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية، الذي شارك في دراسة حديثة عن الديمقراطية في العالم العربي.
مثلما أرحب معنا في برلين بالبروفيسور ماركوس كينشيرف، أستاذ علم الاجتماع المساعد في معهد جون إف كينيدي في الجامعة الحرة في برلين. أهلا بكما وشكرا لكما على وقتكما. إذا بدأت من هنا في برلين بالبروفيسور كينشيرف، الانتخابات البرلمانية الألمانية لاختيار البوندستاج 19 ستحل أو ستعقد يوم الأحد القادم 24 من هذا الشهر. كيف تنظر إلى هذه الانتخابات في صفحة الديمقراطية في العالم الغربي بشكل عام وفي العالم كله بشكل عام؟ أولا يتعين أبدأ أن توقعات الانتخابات دائما أجدها صعبة، ولكنها بالتأكيد اختبار للديمقراطية في ألمانيا، وهي اختبار عما إذا كنا سننجح فعلا إذا كانت الأحزاب ستنجح والتي هي يعني غير ديمقراطية عما إذا كنا سننجح في الإبقاء عليها وتحجيمها. إذن هو اختبار للديمقراطية، وأي توقعات أخرى على الانتخابات لا أريد ولا يسعني أن أقدمها، ولكنها بكل تأكيد ستكون مثيرة للاهتمام بشكل كبير. طيب، يعني بكل تأكيد بروفيسور كينشيرف، العالم الغربي وألمانيا بوجه خاص قطعت شوطا كبيرا في الديمقراطية والمجتمع المدني والحريات إلى آخر هذه الأمور، لكن تبقى مسائل كثيرة تجعل من مفهوم الديمقراطية إلى حد ما مفهوما نسبيا. على سبيل المثال، هناك مجموعة من الناشطين الألمان وغير الألمان في مقاطعة فرايبورغ يدعون إلى تغيير بعض القوانين في ألمانيا تسهل لي الذي لا يحمل الجواز السفر الألماني التصويت باعتبار أنه يعيش في هذا البلد لسنوات طويلة ويدفع الضرائب ويشارك في الضمان الاجتماعي الأخير. وهناك مبدأ في الديمقراطية يقول أنه no taxation no representation، لا ضرائب لا تمثيل إلى آخر هذه الأمور، أليس كذلك؟ لا، لا أوافق هذا الرأي. مبدأ no taxation no representation أنا لا أشارك ولا أوافق. هناك توجه إلى الدفع مع في الطريق، الأشخاص يرون فقط المواطنين من يدفع الضرائب. الديمقراطية أكثر من ذلك بكثير، هي أكثر من مجرد التمثيل. السؤال هو أيضا من هو جزء من هذا الديموس، من هذا الشعب؟ هل هم الأثرياء فقط من يدفعون الضرائب؟ هل الفقراء أيضا منهم؟ ولكن أليسوا أيضا هؤلاء ممن ليسوا في سدة الحكم من هذه المجموعة؟ ومجموعة فرايبورغ بالطبع تقوم بخطوة مثيرة للاهتمام تدور حول مواصلة تطوير الديمقراطية ومواصلة التفكير فيها. الديمقراطية تعني أيضا التفكير بشكل متواصل في من يعتبر جزءا من هذا الشعب، ومن يأخذ القرار حول من هو جزء من هذا الشعب. دكتور خليل الشقاقي، في رام الله من الواضح حتى من البداية وفي بلد عريق كألمانيا في أوروبا ويعني تطوير مفهوم الديمقراطية عبر قرون طويلة، من الواضح أنه لا يزال هناك مجال للنقاش حول المفهوم الحقيقي للديمقراطية، أليس كذلك؟ حتى من أيام أرسطو وديمقراطية أثينا ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك وصولا إلى العصور الحديثة، أليس كذلك؟ لا شك مفهوم الديمقراطية في العالم العربي بالذات هو مفهوم لم يترسخ بعد، لا يزال مفاهيم الناس لهذه الفكرة تقوم حول في أفضل الظروف حول مفهوم الشورى ولا تتناول العناصر الأساسية مثل حكم القانون، تداول السلطة، الحريات وغيرها. معظم الجماهير العربية تؤيد هذه الأفكار ولكنها تتوقع من الديمقراطية أمور أخرى، وأحيانا كثيرة هي على استعداد للقبول بحاكم غير عادل في حال وفر، أو غير ديمقراطي في حال وفر لها الأمور الأخرى. طيب، تحديدا دعنا بالمفهوم العام للديمقراطية منذ نشأته، سواء في أثينا أو ما قبل ذلك، كانت هناك بعض يعني الظواهر حتى في بدايات العصر الإسلامي
وصولا إلى الفترة الحديثة، كيف انتقلت أو تطورت هذه الثقافة داخل العقل العربي بشكل عام وصولا إلى ما نحن فيه اليوم؟ في العالم الإسلامي مفهوم الديمقراطية يأتي من مفهومين، البيعة ونظام الشورى. البيعة تعني أن الحاكم يأتي بقبول الجماهير سواء عن طريق قادة الجماهير أو عن أي طريق آخر مباشر، والشورى تعني التداول في الرأي وأن الحاكم لا يصنع قراراته بدون أخذ رأي المستشارين ومن يمثل الشعب. هذا المفهوم لم يطبق في الحقيقة في العالم الإسلامي إلا في أوقات نادرة جدا، وبالتالي مفهوم الديمقراطية المعاصر الذي نتحدث عنه هو مفهوم غربي بالأساس، وبالتالي في هناك كان بعض الأطراف وخاصة لدى الأطراف الإسلامية التي عارضت مفهوم الديمقراطية باعتبار أن السيادة ليست بيد الشعب. مفهوم الديمقراطية بالأساس مبني على أساس أن الشعب هو صاحب السلطات وبيده السيادة. فالمفهوم الخطأ لدى بعض الحركات الإسلامية هو أن السيادة لله وفقط لله. جميل، ويستشهدون بأنه إن الأمر إن الحكم إلا لله ومن بين أمور أخرى كثيرة، سنعود إلى ذلك فيما هو لاحق. لكن يعني ارتباطا بهذه النقطة، بروفيسور كينشرف في برلين، تطور مفهوم الديمقراطية في العالم الغربي لم يكن له ليحدث لولا مواجهة الكنيسة. يعني نتحدث عن سطوة الدين على العقول، مفهوم كل يعني من يتبع دينا معينا لنظام الحكم إلى آخر هذه الأمور. مواجهة الكنيسة كانت خطوة لابد لها، لابد منها بالأحرى في أوروبا للعبور إلى مفهوم حديث للديمقراطية، أليس كذلك؟ نعم، بكل تأكيد كان لهذا دور هام جدا ما عشناه في أوروبا. العصر التنوير كان بكل تأكيد هو أيضا تحرر من الكنيسة، من دور الكنيسة، وتحرر من آراء وتفسيرات الكهنة وكل الفقهاء المسيحيين، وكان هذا خطوة هامة جدا لفهم ذاتي للديمقراطية. هذه اليقظة من سطوة الكنيسة، أن الناس فهموا أنه لا أحد من حقه أن يأخذ قرارات نيابة عنهم، بل أن لكل قراره عن نفسه. جميل، دكتور خليل الشقاقي، عرجت من البداية إلى واقع الديمقراطية في العالم العربي، أو بالأحرى غياب الديمقراطية في العالم العربي، وأحدث تقرير شارك فيه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية مع مبادرة الإصلاح العربي، مقياس الديمقراطية العربي، التقرير الخامس. يعني من بين أبرز النقاط التي وردت فيه أن الديمقراطية في العالم العربي تتدهور، أن تونس أكثر الدول العربية تقدما في هذا المجال، أن مصر أكثر الدول العربية تخلفا أو تراجعا، وأن السعودية تأتي في ذيل القائمة بعد أن أضيفت في تقرير هذا العام. ما هي أهم الملامح الأخرى بناء على الدراسة التي قمتم بها؟ في الحقيقة هذا التقرير هو التقرير الخامس منذ عام 2008. مبادرة الإصلاح العربي ومجموعة من المراكز العربية في 10 دول عربية تشارك في إعداد هذا التقرير. هذا التقرير يقوم على أساس جمع معلومات عن مجموعة من المؤشرات التي تعتبر مؤشرات تدل على التوجه العام فيما يتعلق بمأسسة الديمقراطية في العالم العربي. فالمسألة ليست ما إذا كان توجد ديمقراطية في هذه الدول، وإنما ما إذا كان في هناك توجه نحو الديمقراطية. عملية الانتقال بالتالي، عملية الانتقال من أنظمة استبدادية إلى أنظمة ديمقراطية، هو الهم الذي ننشغل فيه من خلال هذه المؤشرات، وهي مؤشرات رقمية. ما أشرت إليه صحيح فيما يتعلق بالنتائج، ولكن بعض القضايا الأخرى الرئيسية التي وجدناها هو أن هنا نحن نقسم هذه المؤشرات إلى مؤشرات نسميها مؤشرات وسائل، وهي تتعلق بالتشريعات والقوانين والأنظمة والدساتير، ومؤشرات ممارسات، وهي تتعلق بالسلوك الفعلي لأنظمة الحكم ومؤسسات الحكم. ونحن نجد باستمرار
بأنه في التقارير الخمسة كافة بأن هناك نوع من الارتفاع في علامات مؤشرات الوسائل، ولكن فيما يتعلق بالتطبيق فالعالم العربي عاجز حتى اليوم عن الوصول إلى مرحلة متقدمة في عملية الانتقال الديمقراطي. لا توجد في أي دولة عربية حتى اليوم أي نوع من الانتقال الجدي نحو الديمقراطية. تونس هي الاستثناء بعد الربيع العربي، مصر هو الاستثناء المعاكس. نحن نسمي التقرير مقياس الديمقراطية، من الممكن تماما أيضا أن تسميه مقياس الاستبداد في العالم العربي. نحن ننظر إلى الكأس نصف الملآنة. الاستبداد في الحقيقة في مصر في تزايد، في الانتقال نحو الديمقراطية في تونس في تزايد. طيب، يعني ربما يعني يطرح هذا سؤالا للعالم العربي في الفترة الحديثة، نتحدث عن آخر قرنين من الزمان على سبيل المثال، كانت هناك تجارب مبشرة. يعني إذا ألقينا بنظرة على ما قدمه حاكم مصر في بداية القرن التاسع عشر محمد علي على سبيل المثال، يعني قدم أول مجلس استشاري ولكن كانت بداية جيدة. ثم تونس قدمت للعالم العربي أول دستور حديث في أواسط القرن التاسع عشر، ثم دخلت مصر بمجلس نيابي يعني يسأل أمامه الحكام، يعني الحكومة في وقتها. ثم اضطردت بعض المحاولات، خاصة يعني التجربة الحزبية الدستورية في مصر بعد الحرب العالمية الأولى، وصولا إلى ما حدث في عام 1952. لماذا يشعر كثير من العرب أن خيطا تم قطعه بين تلك المحاولات وما يعيشون فيه الآن؟ العالم العربي مر في مراحل متعددة خلال القرنين الماضيين. معظم الوقت العالم العربي كان تحت حكم أجنبي. النخبة التي استلمت الحكم بعد الانتهاء الحكم الأجنبي هي نخبة لم تكن منتخبة، وكان همها البقاء في السلطة. الجماهير نظرت فرأت غياب كامل للمساءلة والمحاسبة، وبعض الأنظمة التي كانت قادرة على التعويض بدل من الشرعية الانتخابية وشرعية المساءلة والمحاسبة لجأت إلى شرعيات من نوع آخر، إما شرعية دينية أو شرعية اقتصادية. الشرعية الاقتصادية كانت تتمثل في توفير العمل، توفير الدخل للناس، وهذا أقنع الناس لفترة، فبالتالي كان في هناك نوع من القبول. والشرعية الدينية أيضا كانت فعالة، لأنه العرب توجه الإسلامي فيه توجه قوي، الجماهير العربية بشكل عام جماهير متدينة وتتقبل الشرعية الدينية. الشرعية الانتخابية هي الشيء الجديد على العالم العربي، وحتى اللحظة لم تترسخ هذه الشرعية. الديمقراطية بالتأكيد لا تعني فقط الانتخابات والشرعية الانتخابية، ولكن الانتخابات هي مكون أساسي، لا ديمقراطية بدونها. بروفيسور كينشرف، أريد أن أستطلع رأيك في هذا المجال فيما يخص الديمقراطية في العالم العربي. مما يلفت النظر أنه في عام 2011 قبل نهايته، وقد يعني وضح للعيان بداية الربيع العربي، أحد السفراء الأمريكيين البارزين في المنطقة، كان سفيرا لبلاده في سوريا ثم في السعودية، كتب مقالا في جريدة الديلي تيليغراف يعني عنوانه لماذا لا يمكن أن تنجح الديمقراطية في العالم العربي، من بين ما جاء فيه: الدول العربية لا يحكمها القانون بقدر ما يحكمها قانون المحاباة. كيف تنظر إلى أمر كهذا؟ هل الأمر فعلا ميؤوس منه، يعني بناء على شهادة لمن خبر المنطقة كسفير أمريكي؟ لا، لا أوافقه الرأي. أعتقد أن هذا المقال هو مثال لما كان إدوارد سعيد يقول عليه الاستشراق، الكليشيه الاستشراقي. بالتأكيد هناك ما يمثله في الواقع، ولكن هذه هي التصورات الموجودة في الغرب، ما زالت موجودة حتى اليوم، وهذا المقال يتجاوب معها. أعتقد
سبب عدم وجود تطورات ديمقراطية تذكر الآن ليس لا يعود إلى العقلية العربية، ولكنه بكل تأكيد يعود إلى الوضع التاريخي والسياسي بالقرار الذي لم يكن في أيدي العرب ولكن في أيدي القوى الأخرى، بالنخب بالطبع النخب المحلية التي تحاول قدر الإمكان ضمان مواقفها ومواضعها هي في سدة الحكم، ولم تأتي بهذه الدوافع الديمقراطية ولم تسمح بها أيضا. جميل، أنا لفت نظري أن كان لك بعض الآراء فيما يخص بداية الربيع العربي الذي تحول في نظر كثيرين إلى خريف عربي، لا أدري إن كنت توافق على تغيير المسمى من هذا إلى ذاك، لكن ما يهمني هو رؤيتك لهذا الحراك الشعبي الكبير في العالم العربي في دول كثيرة من العالم العربي، وما آل إليه في النهاية في رأيك، ما هي أسبابه وماذا نستفيد أو نتعلم من تجربة كبرى كهذا؟ يجب علي أن أعترف أنني لست خبيرا في المنطقة العربية، ولكن ملاحظاتي حول الربيع العربي كان مثيرا للاهتمام، ففجأة رأينا صورا وحوارات، وأتحدث بالطبع من نظرتي الأوروبية لشباب متعلم تعليما جيدا من المدن يتحدثون الإنجليزية ويستخدمون بالطبع أيضا مصطلحات معينة، يتحدثون عن قيم حقوق الإنسان الديمقراطية المتحررة كما نعرفها نحن، الديمقراطية الليبرالية كما نعرفها في أوروبا، ولكن من وجهة النظر الخارجية بالطبع تأثير أعتقد أننا بالغنا في تقدير تأثير هذه القوى. هؤلاء الشباب لم يتمتعوا بالقدرة على التنظيم التي تتمتع بها المنظمات مثل الإخوان المسلمين في مصر على سبيل المثال، أو بالطبع المؤسسة العسكرية في مصر، لم يكن باستطاعتهم مواجهة هذه المؤسسات وهذه المنظمات. ثورة عبر تويتر وفيسبوك ليست قادرة على خلق هذه الهياكل من التنظيم التي تمنحهم القدرة أيضا على القيام بالحكم بشكل فعلي. جميل، دكتور خليل الشقاقي، أريد أن يعني أيضا أن أمنحك الفرصة كي تدلي برأيك في هذا الموضوع، لأن كثيرين بكل تأكيد والمنطقة من الواضح أنها تأثرت. السؤال هو يعني في أي اتجاه، وهل تميل إلى اعتبار أن هذه نكسة وإحباط، والبعض يرى فيها كما قيل مثلا على ثورة أحمد عرابي في مصر هوجا وانتهى أمرها، أم أنها تؤذن يعني مدخل جديد في الواقع العربي وإن كان بطيئا؟ يجب الاعتراف بأن الربيع العربي قد فشل في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفي بعض الأحيان الربيع العربي أصبح نكبة كبيرة للعديد من الدول العربية التي شارك شبابها في هذه الثورات. لكن هذا لا يعني أبدا بأن هذه نهاية الديمقراطية في العالم العربي. ستمر فترة ليست بالقصيرة في اعتقادي قبل أن يعود موضوع الحريات والديمقراطية ليصبح الأجندة الرئيسية للعالم العربي، بسبب أو مجموعة أسباب رئيسية. بشكل عام العالم العربي والجماهير العربية ثقافتها السياسية تتقبل الديمقراطية، هي لا ترى في الديمقراطية شيء غريب، وأنا أتحدث الآن عن قيم الديمقراطية. القيم الديمقراطية الأساسية مقبولة لدى معظم الجماهير العربية، ولكن الجماهير العربية تضع الأولوية على الأمن والاستقرار، ثم على الاقتصاد وعلى الوحدة الوطنية. ستجد في كافة الاستطلاعات التي أجريناها كجزء من ما يسمى البارومتر العربي، وهو أيضا يستخدم في مقياس الديمقراطية العربي، قاست مواقف الجماهير قبل الربيع العربي، أثناء الربيع العربي، وبعد الربيع العربي، وهناك وضوح تام في أن الجماهير العربية قبل الربيع العربي كانت تطالب بشدة بتحول ديمقراطي في بلدانها. في أثناء الربيع العربي كانت الجماهير العربية تمتدح الديمقراطية بشكل كبير جدا وتؤيدها وتريد استمرارها، ولكن في مرحلة لاحقة بعد مرور حوالي سنة ونصف سنتين على الربيع العربي، وجدنا مثلا في أن مصر هناك تراجع هائل
لدى الرأي العام الذي كان مؤيدا تماما للديمقراطية أصبح يطالب بعودة الدولة، عودة الدولة، عودة الاستقرار، عودة الأمن أصبح هم أساسي لهذه الجماهير. طيب يعني البعض قد يرد على ذلك بأن ثورة مضادة يعني تضافرت فيها جهود أطراف كثيرة، ولا ينفي ذلك بكل تأكيد حالة الإرهاق والتعب التي أصيب بها كثير من قطاعات الشعوب العربية. بروفيسور كينشر في برلين، كان هناك مقال تحليلي في مجلة الإيكونومست البريطانية عن الديمقراطية في دول الخليج. دعونا نتقدم على مهل عنوان المقال، ومما ورد فيه أن الممالك الخليجية لا تحب الصحوة العربية لكنها مضطرة للتعامل معها. هل ترى لذلك أي إشارة أنها مضطرة للتعامل معها؟ لأن التعامل يمكن أن يكون إيجابي ويمكن أن يكون سلبي، خاصة في ظل اتهامات بأن بعض من الدول الخليجية على أي حال كانت يعني مساهمة بشكل كبير فيما يوصف بالثورة المضادة في تلك الدول كمصر وتونس وغيرها. أعتقد فعلا أن هذه الصحوة الديمقراطية أنها حدثت بالفعل، وأنها أدت أيضا أن دول الخليج العربي اضطرت لرد الفعل، ولكن رد فعلها لم يكن رد فعل انفتاحي، ولكن كان رد يتمثل في عدم السماح بحدوث الديمقراطية، أو بل أيضا التحرك ضد الديمقراطية. أعتقد أن هذا بالطبع حركة مثيرة للاهتمام في دول الخليج وفي المنطقة، وسيكون في المستقبل أيضا مثيرا للاهتمام عما إذا كانت ستنجح بعض النقاط الديمقراطية في التمركز فيها رغم كل هذه المحاولات. جميل. يعني هناك بكل تأكيد لابد لكل ظاهرة كبرى من أسباب متعددة، لا يوجد سبب واحد في معظم الأحيان لظاهرة واحدة بعينها، وخاصة يعني ظاهرة من هذا الحجم. أحد الأسباب التي يشير إليها البعض، سواء الأسباب الداخلية داخل جسم العالم العربي، هو بعض التدخلات الخارجية. وهناك رأي للمفكر الأمريكي الكبير نعوم تشومسكي فيما يخص هذه النقطة تحديدا، أستأذنكما في أن نستمع إليه قبل مواصلة هذا الحوار. The US and its allies will do anything they can to prevent authentic democracy in the Arab world. The reason is very simple. Across the region, an overwhelming majority of the population regards the United States as the main threat to their interests. In fact, opposition to U.S. policy is so high that a considerable majority think the region would be more secure if Iran had nuclear weapons. In Egypt, the most important country, that's 80%. Similar figures elsewhere. There are some in the region who regard Iran as a threat, about 10%. Well, plainly the U.S. and its allies are not going to want governments which are responsive to the will of the people. If that happens, not only will the U.S. not control the region, but it'll be thrown out. المفكر الأمريكي الكبير نعوم تشومسكي. دكتور خليل الشقاقي، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أمريكا وحلفاؤها سيبذلون قصارى جهدهم لمنع وجود ديمقراطية حقيقية في العالم العربي. لا بالتأكيد لا أتفق مع هذا الرأي. كل دولة في العالم بالتأكيد تسعى لتحقيق مصالحها، وأحيانا قد تكون الديمقراطية في صالح الولايات المتحدة فستسعى لها، وأحيان أخرى لن تكون في صالحها. الولايات المتحدة أيضا ليست سياسة واحدة، وإنما تعتمد على طبيعة الإدارة الأمريكية القائمة. لا يمكن أن نرى الإدارة الراهنة مثلا بنفس المنظار الذي نرى فيه الإدارة السابقة. ولا شك أن القرارات التي اتخذتها إدارة أوباما في بداية الربيع العربي كان لها دور هام
في التأثير على الحراك العربي وفي تحقيق بعض النجاحات أحيانا. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة كانت هي صاحبة التأثير الفعال، ولكن دور الولايات المتحدة لم يكن هذا الدور الذي يرى تشومسكي في في فيما يقول فيما يتعلق ببعض الحالات. لا ننكر بأنه في بعض النتائج للديمقراطية مثل الانتخابات الفلسطينية في 2006 مثلا التي أنتجت حركة حماس كقيادة للسلطة الفلسطينية، هذا الشيء بالتأكيد لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عنه، لكن الإدارة الأمريكية قبل فوز حماس عملت بقوة من أجل حدوث انتخابات وحدوث تحول ديمقراطي في الجانب الفلسطيني، ولم تتراجع عن هذا الشيء إلا بعد فوز حماس. الدول الأوروبية الرئيسية التي أيدت السلطة الفلسطينية. أنا آسف للمقاطعة، اسمح لي أن أضع هذه النقطة تحديدا أمام البروفيسور كينشيرف في برلين، خاصة أن يعني هناك يعني مرونة، دعنا نستخدم هذا اللفظ في تعريف الديمقراطية، و يعني حين تدخل كلمة المصالح كما أشار دكتور خليل الشقاقي ربما تكون بعض يعني القوى العظمى في العالم من المرونة بمكان بحيث تقيس بأكثر من مقياس. هل تتفق مع أولا مع ما قاله تشومسكي وثانيا مع ما اعترض عليه دكتور الشقاقي الآن؟ اسمح لي أن أقول أولا أن مقولة تشومسكي هي مبسطة بشكل مبالغ فيه. بالطبع هناك المصالح المهيمنة الأمريكية ليست متسخرة بل هي تتغير بالطبع، ومرنا أيضا مشكلتي الثانية مع هذه المقولة هي أن الفاعلين في عين المكان أن هذا يعني يأخذ منهم كل المسؤولية ويعفيهم من كل المسؤولية، وبالطبع هي أيضا بالطبع هذه يعني هالمقولة قليلا بالطبع الأطراف المحلية تحمل أيضا المسؤولية عدم تطور الديمقراطية في كثير من هذه الدول مثل مسؤولية التدخل الخارجي. رغم ذلك فإن التدخل الخارجي كان أحيانا تتفادى أو تمنع الديمقراطية خاصة وقت الحرب الباردة وأيضا بعد 11 من سبتمبر، ولكن رغم ذلك فإن الولايات المتحدة حاولت بشكل مستمر أحيانا أن تتواصل وتتطور العمليات الديمقراطية في العالم العربي. إذن الأمر أكثر تعقيدا بكثير مما يقوله نوم تشومسكي، وبرأيي فإن الأطراف المحلية أهميتها أكبر بكثير ودورها أكثر مركزية بكثير عما يقوله أو يزعمه تشومسكي. طيب كيف نفسر إذن على سبيل المثال عندما غطت الواشنطن بوست الانتخابات الفلسطينية في عام 2006، يعني ربما كانت تلطم يعني عنوان يلطم في الواقع: حماس تكتسح الانتخابات الفلسطينية بما يعقد جهود السلام في الشرق الأوسط، وهو ما أشار إليه قبل قليل الدكتور خليل الشقاقي. ويمكننا أيضا أن نضيف يعني بعضا من فصول تاريخ تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع أنظمة خارجية سواء في أمريكا اللاتينية أو في آسيا أو في أفريقيا أو في العالم العربي بكل تأكيد، أليس كذلك دكتور كيرشوف؟ نعم جزئيا هذا صحيح، إن نتيجة الانتخابات، وأعتقد أن واشنطن بوست كانت على حق أن جهود السلام فعلا تعقدت بسبب نتيجة الانتخابات، ولكن هذا هو عين المشكلة في الديمقراطية، فإن الديمقراطية هي عملية غير نظيفة أحيانا، والديمقراطية يمكنها أن تؤدي إلى نتائج
بعينها تكون الأطراف الخارجية لا تراها بشكل إيجابي، ولكني أرى أن هذا هو جوهر الموضوع، أن هذا الانفتاح وأن هذا التعارض في جوهر المصطلح يجب أن نعترف به وأن نسمح به وأن ندرك أن الاختيارات والقرارات الديمقراطية أحيانا تنتج عنها نتائج لا يمكن أن نفهمها كأطراف واقفة خارج هذه العملية. حاولنا لمدة كثيرة جدا أعتقد، خاصة فيما يتعلق بدول العالم العربي وهذا التاريخ أقدم أيضا بكثير، حاولنا أن نملي عليهم كيف أن للحكم أن يكون، وأعتقد أن هذا ساهم أيضا أن الديمقراطية لم تستطيع أن تترسخ بنفس القدر مثل أي نظام آخر. جميل، وضحت الرؤية. اسمح لي في قبل نهاية الوقت، كنا نحن من جانبنا قد يعني استطلعنا آراء متابعينا على تويتر، حوالي 8500 متابع شاركوا في هذا الاستطلاع الذي طرح هذا السؤال: في رأيك ما هو أقوى سبب وراء غياب الديمقراطية في العالم العربي؟ جاء الجهل بنسبة 38%، يليه الفساد بنسبة 26%، ثم تقريبا نفس النسبة لكل من القبضة الأمنية والتدخلات الأجنبية. بعض التعليقات على هذا الاستطلاع، يعني هذه بعض النماذج من هذه التعليقات. يعني البعض يشير إلى كل ما سبق، يعني هذه الأسباب كلها مجتمعة. البعض يقول الجهل نتاج فساد حكام، والجهل مدعم وصانع لكل الطغاة والمشكلات في المجتمع، وأخيرا الجهل هو سبب الفساد، والفساد يحتاج لقبضة أمنية شديدة وتدخلات خارجية لاستمرار الفساد. دكتور خليل الشقاقي، سريعا إذا سمحت في خلال دقيقة، رأيك في هذا الاستطلاع ونتيجته، برغم أنه ليس علميا مثل الدراسة التي قمتم بها، لكن هناك بعض المؤشرات التي تستحق الوقوف أمامها، إذا سمحت في خلال دقيقة. في الحقيقة حتى غير حتى الأميين في العالم العربي يؤيد الديمقراطية، وبالتالي لا أعتقد أن المسألة هي مسألة الجهل. لا شك أن الموضوع الديمقراطية معقد، ولكن في اعتقاد السبب الأساسي لأضيف لقائمتك هو طبيعة النخبة الحاكمة في العالم العربي. النخبة الحاكمة في العالم العربي معادية للديمقراطية، هي ليست فقط حيادية تجاه، بل هي معادية للديمقراطية. وهذه النخبة الحاكمة تقيم مصالح وعلاقات وائتلافات داخلية مع أطراف أخرى في ما يسمى بالدولة العميقة. هذا النظام الذي نخلقه، الذي يبدأ برفض للقيم الديمقراطية، فاعتقادي هو السبب الأساسي لغياب الديمقراطية. جميل، إلى هنا إذن ينتهي هذا النقاش. شكرا جزيلا للدكتور خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية، الذي شارك في دراسة حديثة عن الديمقراطية في العالم العربي، وقد كان معنا من رام الله. وشكرا جزيلا أيضا للبروفيسور ماركوس كينشيرف، أستاذ علم الاجتماع المساعد في معهد جون إف كينيدي في الجامعة الحرة في برلين. وأخيرا، من الذي ينتخب من في العالم العربي؟ وعن أي حقوق نتحدث؟ يزعم الشاعر العربي الفلسطيني الراحل محمود درويش أن لديه إجابة. إذن سأختار أفراد شعبي، سأختاركم واحدا واحدا كي تكونوا جديرين بي وأكون جديرا بكم. سأمنحكم كل الحقوق، سأمنحكم حق أن تخدموني وأن ترفعوا صوري فوق جدرانكم، فهذا حق لكم. ومن حقكم أن تشكروني لأني رضيت بكم أمة لي. ومن حقكم أن تتملوا ملامح وجهي في كل عام جديد. سأمنحكم كل حق تريدون، حق البكاء على موت كلب شريد، وحق الكلام عن السيرة النبوية في كل عيد، وحق الذهاب إلى البحر في كل يوم،
لكم أن تناموا كما تشتهون على أي جنب تريدون ناموا. تصبحون على وطن. مش دش آين باللغة الألمانية تعني بمعنى من المعاني أحشر نفسك. شارك معنا بالكلمة والصوت والصورة من خلال هذه الأرقام وهذه الصفحات. حتى موعدنا في الأسبوع القادم. هذه هي السلطة الخامسة. طيب الله أوقاتكم.